وتنظن بانه الاقصاء امر بالنسبه لنا وبالنسبه للشعب المغربي، كنا تنتمنوا ان نحققوا المبتغى ديالهم. تنظن بانه صراحه الله خلقنا بعض الفرص ما سجلناهمش وخلصنا الثمن غالي بالاقصاء، وكذلك في ظل غياب لاعبين مثل زياش ومثل بوفال صعبت علينا الماموريه، فلهذا تنظن بان تنعتذروا للشعب المغربي وتنكرروا له الاسف ديالنا، ما قمناش بالعمل ديالنا كما يجب، وتنتمنى من الله في المستقبل في بطوله مثل هذه تكون عندنا في البلاد نقدر نحققوها، لانه صراحه حتى من ناحيه ديال التحكيم وهذا ما تنظن ما كانش في المستوى هذا نرفز اللاعبين ديالنا، فالمسؤوليه تنتحملوها احنا كاملين. وما عندي ما نقول، تنعتذر للشعب المغربي. راه كيدوي حتى للدرجه القيمه ديال زياش وبوفال المهمه في المتاخر، هو فين عليهم ثلاث درجات فعلا. نقول لاعبين مثل زياش وبوفال لاعبين كبار كان يمكن لهم يكونوا اضافه اليوم، فلهذا تنظن بانه باقيين شي حوايج خصنا نتعلموهم، وتنعتذروا لكم وتعتذروا للشعب المغربي، لانه صراحه الله القلب ديالنا زعما ربي اللي عالم. رشيد كان